ايوه يا محمد، يا ناصر. محمد ناصر عامل تغريده بتكلم فيها عن الناس اللي بتحارب الخطيب من جوه مجلس الاداره ومن جوه النادي، وهذا هو دائم الابداع. دائم الابداع المخرج الاهلاوي الشهير الاستاذ محمد ناصر عامل تغريده قالب بيها الدنيا، وعامل بوست قالب بيه الدنيا. هقراه لكم، لان ده راجل اهلاوي اعلامي ومتواجد في الوسط وله رايه ورؤيته. قال لك ايه؟ باينه قوي الخطه والضرب في الخطيب من المحسوبين على الاهلي، يعني ضرب من جوه النادي الاهلي وبقررها من جوه النادي الاهلي ومن جوه المجلس كمان ومن زمان، وعين عينك وفرحانين، والله فرحانين ان فتحي ورمضان مش، ولو مش لعيب تاني بركه، لان المهم ازاي الجمهور يقلب على الخطيب ده غير اللي بره، ودول كتير كمان، وطبعا كلهم كيوت وعاشقين للاهلي، واحنا اللي واقفين مع واحد من اعظم من لمس كره القدم في الدنيا كلها مش مصر، بس غصب عن اي حد يقلل من محمود الخطيب. ده غير الكتابه الالكترونيه وبعض اطفال السوشيال ميديا وبعض الموجودين على السوشيال ميديا على نظام ابجني تجدني شكرا. بالمناسبه احد الانديه الكبيره نجحت ادارته في عقد اتفاقيات وشراء صفحات تشجع ناديها باستثناء صفحه واحده فقط اسمها اجنبي او اسمها بالايطالي، يعني الباقي كله تم الاتفاق معاه شهريات بكذا وكلام بكذا ومش عارف ايه بكذا، شرط انك تفرم ابو المعاطي وعبد الناصر والعباس والعتال وابو سنيده ومسنيده والحاجات دي كلها، كله قبض. كانت في صفحه واحده صامده بخلاف الصفحه اللي بقول لكم اسمها بالايطالي ديت، تم بيعها ب 500,000 جنيه، والناس اللي فيها بيأملوا ان هم يشتغلوا في سوشيال النادي الكبير. اول مره بقول الكلام ده، حاجه تكسف. دول اللي كانوا بيقولوا لك القاتل ومش القاتل كله باع وكله قبض وكله شهريات الا صفحه واحده فقط اسمها بالايطالي. بقول لكم ليه؟ لان هتلاقوا الصفحات دي هي عم كده كده بتشتم، وانا مكبر دماغي ما ببصش اصلا، بس يعني ايه، حد من مجلس اداره النادي الشهير ده قال لي ان يعني خلاص كل شيء خلص، الف مبروك. المهم نكمل تغريده محمد ناصر. قال لك محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي عنده اخطاء، وده وارد جدا في العمل الاداري، واكبر خطا هو انه فتح الباب لدخول يعني كلام بقى ما حدش يقول لي اعلامي ومحايد، لان دي حريته وصفحته الشخصيه زي كل الناس. ادعم الكابتن محمود الخطيب وبكل قوة المحترمين مجلس الاداره. اسمح لي ازود معلومه عشان اللي ممكن يفتكر اني عايز مصلحه، انا لما اولادي يحبوا يروحوا النادي الاهلي بدفع تذاكر دخول عادي. محمد مش عضو في النادي الاهلي، لكن عاوز اقول ان قطاع كبير من جماهير النادي الاهلي ترى ان الخطيب يتعرض الى مؤامره من اعضاء في مجلس الاداره ومن شخصيات اهلاويه. اللي انا عاوز اقوله، لما انا يبقى عندي القرار اقدر انا اللي سايق، لما يبقى عندي القرار انا اللي سايق اخد القرار اللي يتفق ويتسق مع مصلحتي ومصلحه النادي، وهي مصلحتي وانا رئيس للاهلي هي مصلحه النادي. فاي حد بيحق، وبعدين نطلع اتكلم، اطلع اقول ان فلان الفلاني في مجلس الاداره خان وباع، اطلع اقول ان انا عندي اخطاء 1 2 3، اطلع اكشف الاسامي، اطلع اسقط كل الاقنعه التي تدعي حب الاهلي، والاهلي لا يقر لهم مصاب. انا مش هقول اسماء في المجلس ولا ليه علاقه بالمجلس. انا شايف لو سالتني انا، مجلس اداره النادي الاهلي الحالي ننتظر عليه نشوفه يعمل ايه في بطوله افريقيا ونشوفه يعمل ايه في الفرقه، لكن لما يبقى الاسطوره محمود الخطيب رئيسا للنادي الاهلي ولا يفوز الفريق في عهده ببطوله افريقيا هتبقى كارثه. فلينا احنا نستنى ما نستعجلش في الحكم، لان خلي بالكم البطوله الثانيه هتلحم مع البطوله دي، البطوله افريقيا التاليه هتلحم مع دي هتخلص، هتلاقي الجديده بتبدا. تخلص امتى؟ هتخلص في نهايه مايو. لاحظ، لا ابراهيم فايق عمره ما كتب انا بكره الاهلي، لو هو دلوقتي بس اضمن انه يرد كنت عملت اتصال معاه. لكن لا، يا سلام بيراميدز 2-1، يا سلام.
ودودي الجباس. ماشي يا سيد، ماشي يا عم. ايه القضية يعني؟ شوف بقى رأي الجيش بيصرف ايه وبيراميدز بيصرف ايه. انت ليه بتكره الاهلي؟ انا اللي بكره الاهلي؟ عمرو جمال كتخبه يا عمرو، انت مش فاهم حاجه في الدنيا ولا كارثه ولا حاجه. الاهلي بينضف، مصطفى عبد الحليم بس لازم يقول ولازم يكشف الاسامي ولازم يسقط كل الاقنعه. انا عندي معلومه بس مش هقولها دلوقتي. الهدف الثالث للطلائع، اوعوا تكونوا بتهرجوا. طلع اعجاب الثالث ده، لو طلع اعجاب الثالث تبقى ايه يا عم؟ 2-1 بطل بقى، بطل بقى. 2-1 اهي، 2-1. الواد بيقول لي هدف الثالث للطلائع. يلا ما تكذبش عليا. يلا صالح جمعه عمل ايه؟ كان بيقولوا ان كان في مشكله ليه كده يوم الجمعه اللي فاتت، لا داعي لتفاصيلها، وربنا يلته. انقلب المواطي، شوف العقد في بيراميدز ب 5 مليون جنيه. يا عم ده 5 مليون جنيه ينغنغوني وينغنغوك وينغنغوا كل الناس اللي على اللايف. عقد ايه يا عم وانت تضرب 5 مليون جنيه ولسه الواد رايح ب 32 مليون جنيه صافي؟ عمار حمدي بيتلاعب ببيراميدز. اتمنى ان عمار حمدي باراكوتا الجديد يعود الى النادي الاهلي ويبدع ويتالق بعد ان اعارته مع طلائع الجيش باذن الله. دمتم في امان الله، بسعد وبتشرف بيكم، يحفظكم ربنا، يكرمكم ربنا، يبارك فيكم ويسعدكم. اوعى تنسى اللايك والشير والدعاء للوالدين والغير. انا مش شايف لايكات النهارده، ما قلتلكوش لايكات خالص، ما قلتلكوش لايكات خالص، لكن لايك وشير وتدعي للوالدين والغير وتصلي على النبي الزين. سلام عليكم.